أستغرب ممن لا يهتم بأن تشمله رحمة الله تعالى، وأستغرب من الناس يلي ما بدها رب العالمين يحبها، ومن الذي لا يريد أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. هل من شيء أعظم من مغفرة الله لك وحبه لك؟ هل من شيء أجمل من أن تكون تشبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك يكون إذا عشت بمفهوم الرحمة، عشت به يعني طبقته ورحمت نفسك فلا تهلكها وأنت لا تدري بالذنوب والملهيات ولم ترحم غيرك من خلق الله أجمعين. كيف نكون رحماء؟ هذا السؤال المهم. أولا، أن تتعرف على اسم الله الرحيم، تفكر به، عش من خلاله. ثانيا، إذا كنت مقصر مثلي بالقراءة بالسيرة النبوية، اقرأ وأنا معك سأقرأ. وأخيرا وليس آخرا، لما تكون صاحبتك صالحة وفيهم حدا رحيم فأمورك تمام، أما لو كان العكس فمن الآخر بعد أحسن. أعطني رأيك عن الرحمة بيننا اليوم، والسلام.